المشاركين بالمعرض هن جامعات حكومية وجامعات خاصة، وهي فرصة للطلاب أنهم يتعرفوا شو هن الجامعات الحكومية الموجودة والاختصاصات الموجودة، وشو هي بالإضافة للجامعات الخاصة وشو الاختصاصات الموجودة فيها. في كتير طلاب عندها لبس بهالموضوع، أنه هل ترى هالجامعات الخاصة هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي؟ نحن منأكد لهم أنه هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي، ومنه بيتعرفوا على هالاختصاصات. بيبريخلي بلشوي ديليغاتسي إز ريسبوبليكي بيلاروسي نداشم ستينزي. نحن اجينا مع وفد الجامعه، مع 11 جامعه ووفد بيلاروسي لنحكي عن التعليم هون عندنا ببيلاروسيا، ولنكون دليل بوصله للطلاب السوريين اللي بدهم يطلعوا يكملوا دراستهم ببيلاروسيا. ستودينتو بودوشيخ من سوريا ودروغي ستران. اليوم الحقيقه الطلب عم يتزايد بسوق العمل على اليد العامله السياحيه والفندقيه، ونحن هذه المشاركه بالنسبه لنا كثير مهمه للتعريف على مؤسساتنا التعليميه ومؤسساتنا التدريبيه يلي بتتناول مختلف مجالات القطاع السياحي وموجودة معاهدنا ومدارسنا في كل المحافظات. إضافة لهالشيء عم نقوم بدورات قصيرة تدريبية تخصصية في مختلف المحافظات. بالنسبة لنا مشاركة مهمة، مشاركة فعالة. بالنسبة لنا قطاع السياحي قطاع اقتصادي مهم، إن شاء الله رح يكون له دور فعال خلال الفترة القادمة. هي من المرة الأولى اللي نحن منشارك فيها بمعرض للتعليم العالي بالجمهورية العربية السورية، بل هي مشاركة يعني صارت بالنسبة لنا شبه روتينية، لأنه على مدى السنوات كل معرض للتعليم العالي في الجمهورية كنا عم نشارك فيه بطبيعة الحال. الجامعة اللبنانية الدولية هي لديها قرب جغرافي مع دمشق، يعني نحن بعدنا حوالي 45 كيلومتر عن دمشق مش أكثر. تضم الجامعة حوالي 400 طالب وطالبة من الأشقاء السوريين.